مر إعصار شاهين على محافظات شمال وجنوب الباطنة وخلف أضرارا كثيرة في الممتلكات العامة والخاصة. الكثير من منازل المواطنين تأثرت كثيرا، وصلت المياه في بعض البيوت إلى ما مستوى فوق الدور الأول، يعني الأثاث، السيارات، كل شيء راح. الحمد لله سلمت الروح، وإن كان فقدنا بعض الأشخاص توفاهم الله ولله الحمد، لكن إخوان ترى اللي بتشوفوه من صور ترى هو ما يمثل إلا نسبة قليلة جدا من الواقع اللي موجود. هناك أضرار كبيرة، ولكن ولله الحمد الجهات المعنية قائمة بدور كبير، ولكن على المجتمع أن يتحرك. ويوم من بطل شو اسمه هذا إيجار طاح إيجار، هم داخل ما يعرفون وش صار، ياهم هالشيء هذا داخل غرقهم، سعود علوا يحموا. يعني معاناة عشت، يعني شفنا الموت بعيني. أنا من بكي بعد عندها بكي أصيح، راح أغراضي كله، لا يظلموا الأولاد وأبوهم براي. لا معني، لا كهرباء معني، لا ماي معني، لا أكل معني، لا فراش معني، لا ملابس تعجب ملابسني. مر إعصار شاهين وانتهى، ولكن هنالك إعصار قادم إلى محافظات شمال وجنوب الباطنة، إعصار قادم من هنا من محافظة ظفار. أطلق على هذا الإعصار هبة ظفار. يبعد مركز هذا الإعصار من المحافظات المتضررة حوالي 1060 كيلو متر، وإن شاء الله سوف يصل مركز هذا الإعصار في الأيام القادمة. بوادر هذه الهبة، هبة ظفار، تنطلق الآن مع حملة لمجموعة من الشباب المتطوعين من أصحاب سيارات الدفع الرباعي، ينطلقون في هذه اللحظات إلى المحافظة إلى الولايات المتضررة في محافظات شمال وجنوب الباطنة بسياراتهم المجهزة، معهم تجهيزات طبعا للتعامل مع تنظيف المنازل وأيضا إزالة العوائق في بعض الطرقات. سوف يقومون بجهد كبير بإذن الله تعالى وينضمون إلى إخوانهم من بقية محافظات السلطنة الذين ذهبوا طبعا إلى تلك المناطق المتضررة. هبة ظفار يعني سوف يتحرك فيها أسطول من الشاحنات بإذن الله تعالى، محملة بمختلف أنواع المساعدات. ما هو مطلوب من المجتمع خلال الفترة القادمة هي الهبة، المساعدة بكل ما يستطيع الإنسان، سواء كان استطعت بالقليل أو بالكثير. نطالب رجال الأعمال والتجار هنا في محافظة ظفار أن يهبوا طبعاً لمساعدة إخوانهم، وإن كان ولله الحمد هنالك بوادر جيدة من شركات القطاع الخاص هنا في المحافظة قدمت مساهمات، وننتظر البقية. أيضاً بالنسبة للمواطنين هنالك طبعاً مواقع لتجميع التبرعات في مختلف ولايات محافظة ظفار، وهم على أتم الاستعداد لاستقبال أي نوع من التبرعات، ويفضل أن تكون هذه التبرعات لأمور تتعلق بأثاث المنزل، لأنه هو هذه الأشياء الذي يحتاجونها خلال الفترة القادمة. يا إخوان ترى والله العظيم رأينا أعين الناس في تلك المناطق يعني تبكي لها العين، يعني شايب لما تسأله إيش وضعكم والله العظيم يطأطئ رأسه إلى الأرض ويرفع يده إلى السماء، ما عنده غير هذا الكلام. منع الشمالي طالب اليوم ظفار، من عندكم يا طيبين السلالة، ويش الوطن إن كان ما له بطولات في ساعة الواجب بهمة رجاله، واليوم ما للعذر ساحة وخانات هب كل وافي قدم فعالة. هبة ظفار الآن إحنا بحاجة، يعني في إعصار ميكون ولله الحمد هبة عمان كلها إلى ظفار، والآن يجب على ظفار أن تهب لمساعدة إخوانهم في تلك المناطق. الوضع خطير جدا ترى يا إخوان، والله العظيم الوضع خطير، احنا ما نبالغ، لكن فعلا الناس هناك بحاجة إلى المساعدة، وينتظرون من إخوانهم أن يساعدوهم. يعني الناس فقدت أولادها، يعني لما تخيلوا الواحد يشوف ولده بيغرق، يعني احنا ما بنتكلم لأن هذه مشيئة الله والحمد لله، ولكن يعني ال 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 الحمد لله البقاء للموجود. وما هو مطلوب خلال الفترات القادمة هي مساعدة إخواننا في كل مكان في تلك المناطق المتضررة. احنا ما طالبين منكم كثير، ترى ساعد باللي تقدر عليه، حتى لو اشتريت جهاز صغير وديته إلى مركز التبرعات هذا مش غلط، ساعد باللي تقدر عليه. رجال الأعمال وينكم؟ نحتاج مساعدتكم الآن
في منكم من ساعد وفيه الخير وجزاه الله خير، وفي منكم من ما زال متردد، وفي منكم ما ساعد، ننتظركم كلكم. ترى إخواننا محتاجين، احنا شفنا بأعيننا المآسي اللي عانوا منها يعني. فرجاء كل رجاء، هبة ظفار لابد أن تكون هبة على مستوى هذه الكلمة، ظفار شعب معروف عنه بأنه أهل فزعة وأهل كرم. لذلك نطالب كل أبناء المجتمع هنا في محافظة ظفار بأن يهبوا لمساعدة إخوانهم. هذا أمر بسيط، نحن نستطيع أن نجمع حتى ملايين إذا أردنا، وهذا أمر ليس بالغريب على أبناء محافظة ظفار. ما نتمناه من كل أبناء المجتمع هو التكاتف، بالإضافة إلى طبعا إخواننا الموجودين اللي ما مقصرين في مختلف محافظات السلطنة، لكن نريد أن تكون هبة ظفار هبة مختلفة تماما عن بقية المحافظات. نريد أن نكون السباقين في 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 عمل الخير، نريد أن نتنافس معهم على عمل الخير، نريد أن نكون أفضل منهم في عمل الخير بإذن الله تعالى. هبة ظفار تنتظركم جميعا، فلا تحرموا أنفسكم من الأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر قلوب إخواننا المتضررين في محافظات شمال وجنوب الباطنة.